491 يوم مدة فاصلة بين ما فعله إيفان بيبك ثم ما فعله إيفان بيبك، وما بينهما كانت انتصارات دائمة للنادي الأهلي. بعد الخسارة من الزمالك طلعت الجرايد والمواقع تقول لك الزمالك إبداع والأهلي ضياع. يعلى التون شوية، كارتيرون يؤدب فايلر. أوكي. يطلع أحمد حسن عميد لعيب العالم يقول لك حلول فايلر ضعيفة والأهلي افتقد اللاعب الشخصية. وجهة نظر. يطلع حد تاني الأهلي يغلي ويحقق في النكسة. بصوا التون بيعلى لغاية فين؟ نكسة. الخطيب يطلب تقرير عن أسباب الخسارة وعقوبات على اللاعبين، وكبار الفريق يوبخون المدافعين، وفايلر يهدد أجاييه ومروان محسن بالاستبعاد ومطالب بحسم مصير صالح جمعة. ثم ماذا كنت تنتظر بعد أن قال فايلر للاعب الأهلي سأرحل أنا وأنتم بعد انتهاء مهمتنا بدوري أبطال أفريقيا؟ بذمتكم في مدرب هيقول للعيبة أنا وأنتم ماشيين بعد البطولة الأفريقية؟ طب أنت تمشي، حقك تمشي، عقدك مش عقدك، انت في النهايه مدرب يعني بتمشي. مين اللي بس في مدرب هيقول لي لاعب، هيقول لي فرقه كامله، انا همشي وانتم معايا؟ حول الله يا رب. مساله، بص يا استاذ ابراهيم، الاجواء التي عاشها النادي الاهلي 10 ايام او اسبوعين قبل هذه المباراه هي كانت المقصود منها المباراه دي. مفاجاه، الاهلي يناقش التراجع عن تمديد مروان محسن، خلاص اهدار دم مروان بقى. وكيله بيقول الاهلي لم يفاتح مروان في مسألة عدم تفعيل العقد، ده كلام إنشاء عايز يقول لهم كده. استمرت برضو حملات الـ 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 النشر